أكثر من 100 منشد سيصعد على ركح خشبة قاعة بوتشيشة محمد ضمن الطبعة التاسعة للإنشاد المحلي ببوسعادة. مسينا يعني تقريبا كل جهات الوطن من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، بفرقها يعني العتيدة، بفرقها المتنوعة والمحترفة. وإن شاء الله يعني الجمهور راح يتمتع في هذه الطبعة بهذه الأصوات الصداحة اللي راح يعني لتفوق 100 يعني منشد راح يصعد على ركح هذه على ركح قاعة الشهيد محمد بوتشيشة ببلدية بوسعادة. تنظيم محكم وأداء متميز قدمته الفرق الإنشادية تفاعل معها الجمهور البوسعادي، كما تم تكريم بعض الوجوه المعروفة في الساحة الفنية المحلية والوطنية. إن شاء الله راح نمتعوا الجمهور البوسعادي بصفة عامة، إن شاء الله هذا الجمهور الذواق والمحب للكلمة الطيبة، إن شاء الله نمتعهم أنا وفرقة النور بولاية مدية، إن شاء الله نعطيهم حباقة من الأناشيد إن شاء الله وننال إعجاب الجميع إن شاء الله. كاين كثير من المنشدين اللي خرجوا من الولاية هذه وبالأخص من البلدية هذه، منهم نجيب عياش اللي كان له الأثر على مدينة بوسعادة في مجال الإنشاد. جمهور ذواق سيكون على موعد مع فرق إنشادية وطبوع مختلفة ضمن الطبعة التاسعة للإنشاد المحلي ببوسعادة بمشاركة ألمع الفرق ونجوم الإنشاد.